وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم التداولات في أكويتي جروب. رائد، أهلا وسهلا بك. هل ترى أن هناك مبالغة في هذه الخسائر التي نراها في الأسواق العالمية، خاصة أنه صلنا فترة عم نحكي أنه التيبرينج سوف يكون قبل نهاية العام؟ كيف تبرر هذه ردة فعل العنيفة للأسواق؟ حقيقة لا، يعني نحن في عنا مؤخرا يعني تشهد الأسواق إجمالا يعني behavior أو سلوك مستثمرين حاد بعض الشيء، عملية النزوح من المخاطر، العودة للمخاطر بشكل سريع، القرارات السريعة بنتيجة الظروف المحيطة والتي تؤثر بالقرار الاستثماري، يعني نراها بوضوح هذا التغير إلى يعني aggressive بطريقة يعني أكثر شراسة وأكثر سرعة في اتخاذ القرار. بالتالي عملية توقع أن يكون هناك تصحيح حاد في الأسواق الأمريكية أيضا هي واردة وبشكل كبير، خصوصا أن هذا يعتبر يعني انقلاب كامل في السياسة النقدية إذا ما تم في شهر 9 إقرار يعني خطة زمنية لتقليص التابرينج أو تقليص برامج شراء السندات الضخم ب 120 مليار، والذي يعني نسمع من جيروم باول كلام ومحضر الاجتماع يقول كلام. إذا هناك تضارب حتى هم بحاجة لهذا البرنامج في ظل الظروف الراهنة، ولكن الظروف الراهنة من المتوقع أن لا تبقى مستمرة بشكل طويل، يعني يكون هناك سيطرة على البانداميك أو على الجائحة وتأثيراتها على الاقتصاد، وبالتالي يعطي البرنامج التيسير أثر أكثر استدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك بدء في عملية التقليص حتى يكون حفاظ على عملية التعافي الاقتصادي. ولكن يعني سمعنا نحن جيروم باول يوم أمس أو قبل أمس عندما قال أنه لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذن من المنطقي أن يكون هناك استبعاد لاقتراب موعد فعلي لتقليص برنامج شراء السندات. وبمحضر الاجتماع نرى كلام غير بعض الشيء، انه لا، اذا بده يكون فعلا في عندنا يعني انقلاب في السياسه النقديه يجب ان يبدا بتقليص برامج شراء السندات، وممكن ان يحدث ذلك خلال العام القادم. هذه يعني الكونفليكت او عدم الوضوح وعدم اليقين هو الذي اثر على قرار المستثمرين انه ممكن يكون التصحيح اكثر حده. طيب السؤال هنا، هل هذه الاتجاه اللي عم نشوفه على الدولار رح يكمل؟ يعني هل هذه المكاسب القوية على الدولار هذا بنتوقعه أنه يكون اتجاه له يمتد لعدة أشهر، خاصة أنه ليس فقط عندنا موضوع التيبرينج، عندنا موضوع أيضا بعده بيجي رفع أسعار الفائدة؟ يعني لا أعتقد أنه بدأ مشوار ارتفاع الدولار الأمريكي في الوقت الحالي لأسباب متعددة، لأنه لم يبدأ البرنامج فعليا. نحن عندنا جاكسون هول خلال الأسبوع القادم، أعتقد أنه يكون في عندنا حديث أيضا مؤثر ومهم جدا. عندنا القرار الرسمي هو بشهر 9 بشهر سبتمبر، أنه إذا ممكن نسمع عن عملية التقليص. بالتالي قوة الدولار الأمريكي بلا شك هي ليست في صالح الاقتصاد الأمريكي والتعافي في الوقت الحالي، وسوف يكون لها تأثير يعني سيء نوعا ما إذا ما استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع وفي القوة، لأنه راح يؤثر ويقوض التعافي الاقتصادي، وراح نشهد تراجع في واضح في المؤشرات التي تقيس التعافي والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة ارتفاع وقوة في الدولار الأمريكي، وهذا ما يؤثر على عملية التعافي ما بعد الجائحة التي وصفت من قبل الرئيس الفيدرالي بأنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي كان عليه ما قبل الأزمة. بالتالي يعني عملية التشديد يجب أن تكون حذرة، بالتالي راح يكون في عنا تأخير كبير لهذا المنحة. وفي نفس الوقت أيضا يعني مستويات التضخم المرتفعة هي ما هي إلا ترجمة فعلية إلى أنه في عندي يعني فرصة محدودة أمام المستثمرين إلا أن يتجهوا نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، لأنه أنا ما في عندي يعني عوائد سندات قوية، ما في عندي أسعار فائدة قوية، حتى لو بدأنا برفع أسعار الفائدة لا تزال الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين محدودة وتدفعهم باتجاه أخذ المخاطرة، وذلك بلا شك سوف يؤثر على ارتفاع أسواق الأسهم وضمنيا سوف يؤثر على تراجع الدولار الأمريكي. شكرا لك رائد الخضر. أو يحد من الارتفاعات. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم التداولات في أكويتي جروب.